المكانة الإقليمية للدولتين الشقيقتين وإمكانية توظيف هذه المكانة من خلال التشاور وإدارة الخلافات والتوافقات واستغلال نفوذ كل دولة سياسياً واقتصادياً سيصب بالدرجة الأولى في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي وتبريد الساحات المشتعلة بما ينعكس إيجابياً على العالم العربي والمنطقة. فالقضية الفلسطينية ستكون إحدى ثمار ذلك التقارب الذي سيسهم في توحيد الرؤية تجاه القضية ومحاولة إيجاد حل لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن ثم الدفع بمسار حل الدولتين. أما القضية الليبية فيمكن أن يسهم تقريب وجهات النظر والمواقف المصرية التركية في دفع العملية السياسية الليبية قدما وتسهيل عملية الانتقال السياسي عبر إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقبلة وأيضا الاستفادة المشتركة للشركات المصرية والتركية من عملية إعادة الإعمار في دولة ليبيا. أما إذا تحدثنا مشاهدينا في إطار هذه الزيارة التاريخية الهامة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في زيارة هي الأولى من نوعها، ففي ملفي الطاقة وشرق المتوسط تسعى تركيا من خلال علاقاتها بمصر إلى دخول دول حوض شرق المتوسط في مفاوضات جماعية وهي خطوة حاسمة نحو تسوية الخلافات القائمة بين الطرفين، كما أيضا تطمح أنقرة بالحصول على دعم مصري لانضمامها إلى منتدى غاز شرق المتوسط. أنظار العالم تتجه الآن مشاهدينا الكرام إلى هنا إلى القاهرة، حيث هذا اللقاء التاريخي الهام بين الرئيسين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فمن مكاسب التقارب المصري التركي بحسب ما يتداوله الخبراء والسياسيون أنه سيعمل على تصفية المنطقة الرخوة أمنيا والتي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية التي اتخذت من شمال سوريا مرتعا لها. وأيضا فيما يخص علاقات التعاون الثنائي تسعى مصر وتركيا إلى إعادة تفعيل اتفاقية روما الملاحية والمجمدة منذ عام 2015 بهدف الاستفادة من الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من مينائي مرسين واسكندرونة التركيين إلى موانئ دمياط وبورسعيد على البحر المتوسط قبل نقلها لاحقا إلى ميناء العرب على البحر الأحمر ثم نقلها على متن السفن التركية إلى دول الخليج. أيضا لا يفوتنا مشاهدينا الكرام في سياق الحديث عن هذه الزيارة التاريخية الهامة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر وأبعادها ودلالاتها الاقتصادية والتجارية، فإن قطاع الطاقة يشكل مجالا حيويا للتعاون الاقتصادي ما بين مصر وتركيا، حيث أصبحت مصر موردا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال لتركيا بحلول عام 2021. عام 2022 تصدرت تركيا قائمة أعلى الدول استيراداً للغاز الطبيعي المسال من مصر بقيمة إجمالية تقدر بحوالي مليار ومائة مليون دولار. أما إذا تحدثنا مشاهدينا عن القطاع العسكري والدفاعي فهو يشكل مجالاً محتملاً للتعاون ولا سيما فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار، حيث تهدف تركيا إلى فتح خط ائتمان تركي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشاريع إنتاج عسكري مشترك هنا في القاهرة.
إذن هو تعاون على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدما إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلا عن إسهامه في تخفيض حدة التوتر في المنطقة وحلحلة أزماتها بالنظر إلى مكانة الدولتين الجيوسياسية والمكانية مصر وتركيا.